لاسيا ننتقلوا لوجده وناخذوا لاله ناجيه. لاله ناجيه صباح الخير. صباح الخير وربح لي بجالي. مالك كيفاش لاباس عليك؟ لاباس عليك صحتك لاباس؟ لاباس الحمد لله. ربي يخليك لاله ناجيه تفضلي. علاش خطيك الزينه ديالي؟ عندي هذا النهار عندي تفان طفوله كتبتها في وزير الوجده ياك. نعم لاله ناجيه. وهاني حضرتها لها راني درتها البارح واليوم انا نعطيها لها. باش كتعجبوني كتشوي حتى كتجربوا تاكلوا مع راساتكم وتنخموا عاد كتجيو لينا حنا في البرنامج. والله الا عاودتي درتها البارح جات كتحمق. واخا لاله ناجيه واخا. انا الصفه المتونه لاله خديجه كتعجبهم بناتي. نعم. كل مره كنديرها لهم. ايوا لاله يستاهلوا طيب البنيتات الصفه مدفونه. لا لا خطك حبيبه ديالي عندنا انا نعطيك المقادير والطريقه في نفس الوقت. نعم لاله ناجيه خذي وقتك. طيب شنو نحتاجوا المقادير؟ بسم الله كنرطبوا شويه تاع زبده الماء يعني. نعم. اللي كان عندنا ما باش نصعبوا على المستمعات. نعم. كنسلقوا شويه تاع اللوز ونسخوه ونقليوه ونهرمشوه. نعم مقلي ومهرمش ونخليو منه شي حبات صاينين. ايه نعم اللي تزين. نعم. كنمشيو ناخذ واحد الزجاجه ديالنا. نعم. كنغسلو طبعا حيت كتكون مغسوله. وكنديروها في الكوكوط يعني كنقطعوها كنديروها في الكوكوط. نعم. وكنديروا لها شويه تاع الزيت مخلطه مع الزيت بلديه. نعم غنديروا الدجاج ونضيفوا له الزيت ما بين البلديه والروميه العاديه. واحد البصله مشلضه. بصله مشلضه. شويه تاع الملحه. شويه ديال الملح. البزار. البزار. خرقوم. الخرقوم. شويه تاع السكنجبير. شويه ديال السكنجبير. وشويه تاع السمن. شويه ديال السمن. وشويه تاع الثومه محكوكه. ثومه محكوكه. وشويه تاع الربع الا بغيتي ديريه ما بغيتيش انا كنديرو. نعم. يكون مربوط او يكون مطحون. نعم. من الاحسن يكون مربوط باش يطلق نسيمه ديالو نفيدو. انا كنديرو مربوط على لاله خديجه. نعم. حيت السفه غادي يجي شي شويه كيكون باين يعني حتى من ناحيه يعني الا بغيتي تحليه تحليه انا ما معليش. نعم. المهم ربيطه يكون احسن كيف ما كنديرو في وانا انا كنربطه هو. نعم طيب تفضلي. كنخليو كل شيء كيتشحروا مزيان. نعم. من بعد كنديروا الماء القياس اللي يطيب فيه الدجاج. نعم طيب غادي نديروا الماء اللي يطيب فيه الدجاج نديروا القياس وكيتشحرنا وكيتشحرنا. نعم. مزيان داك الدجاج كنديروا الماء غير القياس. نعم لا طيب غنضيفوا الماء وغادي نخليوه كيتشحر شي شويه تياخذ النسيمه ديالو بما توقفنا مع فاصل اشهاري قصير ثم نعود. أم دائما وصفه لاله ناجيه واللي هي السفه مدفونه. لاله ناجيه الو معاك. يعني تشحر طاب مع راساته شنو هي الخطوه المواليه؟ صافي طاب سي درنا التشحر ولا غيطيب؟ دقتي لا على رويحه طالعي لاله ناجيه بسلامتك وسلامتك ايوا صحتك. لا 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 يعطيك الصحه لاله ختك. تفضلي ناجيه شنو المرحله الاخرى؟ كنقلعوه. نعم. يعني كي كنطيب لنا الدجاج كنقلعوه ونفرتوه بحال اللي كنديروا للتستاله. نعم. من بعد كناخذوا واحد البصله كبيره. بصله كبيره. كنقطعها هلاليات. نعم. وكنديروها في الكاسرونه. ونضيفوا لها الزبيب اللي كنا رطبناه في الماء وصفيوه من الماء. نعم. نديروا في معاه البصله. نعم. وكنزيدوا معلقه تاع السمن. شويه تاع الملحه. نعم. شويه تاع السكنجبير. شويه تاع البزار. عود ديال القرفه. تفضلي لاله ناجيه كملي. وكناخذوا ذاك المرق من الكوكوط كنكبوا على التفايه ديالنا تاع البصله. نعم يعني باش يتنكه حتى هو بديك المريقه ديال الدجاج. نعم. وحتى يطيب عاد نضيفوا كيطيبنا ذاك الزبيب وديك البصله. نعم. عاد نضيفوا السكر ونخليوه يتعسل المهم حسب على جوج معالق ولا معلقه كامله حسب. نعم. وكنخليوه يتعسل من يقرب يطيب نرميو شويه تاع الزبده شويه واحد راس تاع الموس تاع الزبده. نعم غير باش يعطينا ديك الميعه والزبده حتى هي عندنا ديك النكيهه ديالها غير بالنسبه للناس اللي دايرين الريجيم يحاولوا انهم ما يستعملوهاش بزاف. ايه راس تاع الموس شويه عرفتي حنا المغاربه ملي كنقولوا غير رويس كيكون رويس نيت ماشي شويه ايه شويه كنوليو في رابعه. طيب تفضل. لا 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 كنسول الصفه ديالنا يعني صافي راه طاب الدجاج طاب الزبيب يعني طاب كل شيء يعني نخليوه ينزالب. نعم كنسول الصفه. كناخذوا الصفه كندهنوها بالزيت. اييه
وكنديرها تفور. نديروها كتفور. طيب واه في نقولوا شي نص ساعه هكا تقريبا نخليوها كتفور شي نص ساعه. دي التفويره الاولى. واه التفويره الاولى كنخويو الكسكاس في القصعه ديالنا وكنخويو عليه المطايب. نعم. كناخذ واحد المعلقه خشبيه ونبقاو نحركوا بها كنخلي هذيك تكون سخونه. نعم. من تسرب كنصفيوها كنصفيوها ونديروها في الكسكاس ونرجعوها تفور التفويره الثانيه. التفويره الثانيه. طيب واه نفس العمليه اللي درناها نديروها تفور. نعم. نديروها في القطعه. واه صافي دوكا حنا فورناها. ايه حنا دابا راه عندنا مفوره. راها مفوره. نعم. نفس العمليه اللي درناها في الاول نديروها في الزاوج. نعم. فهمت لاله خديجه؟ فهمتك لاله ناجي. انا غاده معاك خطوه خطوه. تفضلي. عاود نديرها في القصعه. ونخوي عليها المطايب غير القياس. نعم. بس الشعريه تشرب. واش الشعريه تشرب وترطب وما تجيناش. واه ما تعجنش. وما تعجنش. طيب. من بعد نصفيوها ونرجعوها تفور المره الثالثه والاخيره يعني ثلاث مرات. حنا غنحتاجو للصفه ديالنا انها تفور ثلاثه ديال المرات غير عاوتاني هنا ناخذ بعين الاعتبار الجوده ديال الصفه واش رقيقه واش غليظه لان ديك تاع القمح. نعم اللي كتكون ديال القمح هي كتكون شي كتكون رقيقه وكتكون كتشرب زوينه. نعم. وما كيدرسش على الفرينه يعني ما كديش مزيانه. نعم. كتعجن في السته. طيب ومن من اللي بغيو نقدموها نقل امين بغيو نقدموها نقلبوها في القصعه ديالنا. نعم. ونديرها شويه تاع الزبده في الوسط. مع السخونيه في ساكة الدوب دغيا دغيا كدوب الزبده ويذوبوا وليداتنا حتى هي معاهم شي شويه. ونغطيوها واحد المنديل هكا يكون نقي. نعم. واحد خمس دقائق. نعم نخليوها ترتاح تشرب الزبده ديالها على خاطرها. نعم. من بعد كنحلوها هكا بيدينا نحلوها وناخذ الطبق ديالنا. ايه كنديروا فيه الاول الفرشه تاع الصفه. صفه كنديروا التفرشه الاولى ديال الشعريه ديال الصفه هي الاولى. واه ومن بعد كنديروا الدجاج مفتت هكا من الفوق. نعم. ومن فوق الدجاج كنضيفوا التفايا. نعم. ومن الفوق نرشوا كامل باللوز مهرمش. نعم. ونغطوا كامل بالصفه كيجينا بحال واحد الهرم. نعم يعني كتجينا مقببه كنديروا قبه. قبه واه. نعم تفريشه ديال الشعريه والدجاج الزبيب واللوز وتنغطيو عاود بالشعريه من الفوق. وغنغطيها انا بالشعريه. نعم غير وهنايا خاصنا نحاولوا نغطيو كلشي حيت بعض المرات باش نصيدو مالين الدار كيديروا الشعريه الصفه ما فيها والو حنا كاع ما بغيناها كاع ما كتعجبنا عيت يديروا يديهم كيبدا يخرج داكشي اللي لداخل. صافي ما غنفونا ديك الساعه كتولي محبوبه الجماهير. كتجيبني انا لاله خديجه ولا العابر. لاله اختك لاله خديجه وهي سخونه كلينا بصحتكم الله يسلمك احبابي ديالي كنذوقها بالسكر والقرفه واللوز مهرمش هكا من الفوق. نعم. وكنديروا دوك اللوز فاينين كنذوقوا بهم وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه لاله نجي. ربي يخليك لاله نجي.